السلام عليكم. إن شاء الله تكونون استمتعتوا في القصة السابقة، لكن اليوم جايب لكم قصة أكثر متعة وإثارة. القصة كانت في عام 2006 ميلادي في محافظة درعا، وفي تحديدا في وسط درعا اللي هي يسمونها درعا البلد. فيها شاب اسمه فؤاد، وفؤاد هذا ابن أحد أكبر العشائر الموجودة في درعا، وأنتم عارفين درعا غالبيتها عشائر، عشائر كبيرة، وفيها كذلك عائلات صغيرة اللي تربوا فيها من سنوات طويلة. فؤاد هذا من العشائر المعروفة جدا واللي لها مكانتها في درعا، ناس طيبين وخيرين وسمعتهم طيبة. فؤاد وضع المادي بسيط، عنده محل حلاق يعمل فيه في درع البلد، ومتزوج من أكثر من 10 سنوات، ويحب زوجته موت وزوجته كذلك تحبه، لكن ما حصل حمل لأسباب صحية تعاني منها زوجته، تحتاج إلى علاجات. وفي ذاك الوقت علاجات الموضوع الإنجاب مكلفة جدا، والرجل وضع المادي يعني يدوب يغطي مصاريفه، فعزم على أنه يجمع مبلغ بعد ما سأل عن تكلفة العلاجات وكذا، قالوا له المبلغ الفلاني. فقال خلاص أنا لازم أجمع وأنتظر الوقت المناسب بعد ما حصل على المبلغ، أخذ زوجتي ووديها عاد للمستشفيات الكبيرة وقدم لها العلاجات علشان إن شاء الله يكون في حمل. وفعلا هذا اللي سواه، جمع بهالأموال لحد ما حصل مبلغ 200,000 ليرة سوري. في ذاك الوقت في 2006 200,000 ليرة سوري تقريبا يعادل 4,000 دولار، مبلغ كبير. لما جمع وكان مبسوط يعني ان الان يقدر يعالج زوجته، اخذها وبدا يفر فيها على المستشفيات وتلقى العلاج والجلسات والكورسات. بعد 2 شهر من العلاج جت النتيجة وجود حمل، طار من الفرحة والكل انبسط لفؤاد، وفؤاد خصوصا اللي كان أسعد إنسان، لأنه اكتشف أن العلاج ما أخذ منه مصاريف غير 100,000 ليرة، وبقى عنده في رصيده أو مخبي عنده 100,000 أخرى. كان معتقد أن 200,000 ما تكفي، لكن تضح أنه فقط يحتاج إلى 100,000، فخبى باقي المبلغ ومهتم في زوجته ويقول لها الله يخليك يعني دير بالك على نفسك، وهذا أول حمل بعد سنوات طويلة من الانتظار، وشاد حيله في عمله، وكانت الدنيا يعني أصبحت يعني لها لذة، لها طعم بالنسبة لفؤاد. خلاص الآن راح يكون عنده ضنا ويشيل اسمه ومن هالكلام. فؤاد عنده صديق، وهذا الصديق اسمه أحمد، أحمد الخليلي، وهو أساسا يعني خليلي من الخليل فلسطين، لكن من سنوات طويلة جدا عايشين في درعا، وهذا يسمونه أحمد الخليلي. أحمد الخليلي يشتغل مع أخوانه، عندهم كم محل، مطعم بيع فلافل عندهم، يعني يترزقون الله كذلك في درع البلد نفسها. وهذا أحمد صديق فؤاد، لأن فؤاد دائما وقت الفطور وقت الغداء يترك المحل ويخلي عند الصبي اللي يشتغل معاه، ويروح إلى المطعم اللي يشتغل فيه أحمد ويتغدى عنده ولا يتعشى وكذا، وبينهم صداقة طويلة جدا. المهم أحمد الخليلي عرف من خلال فؤاد وسوالف اللي كان يقولها له،
وبحمد الله وفضله اني انا يعني ما كلفني العلاج الا 100,000، ويا رب لك الحمد اني خبيت مبلغ ثاني. احمد قال الفؤاد، قال فؤاد اسمعني، انا محتاج الى مبلغ، ابي افتح لي مشروع، وانا صراحة مليت من العمل مع اخواني والمردود ما هو جيد، واحنا كثير مشاركين في هالمطعم والمحلات الثانية، فاحتاج الى مبلغ علشان ابدأ مشروعي، وانا مستعد ارجع لك المبلغ خلال شهرين بالكثير. في البداية فؤاد انحرج شوي، ما وده يرد احمد صديقه والموضوع يعني فتح باب رزق، وهو كذلك مخبي 100,000 عنده، يعني ما في حاجة لها لكن مخبيها للزمن، لكن هو تعب علشان يجمعها، وأمام حاجة صديقه ما قدر يرده. قال له شوف يا يعني يا أحمد، أنت عارفني، أنا أعزك واحترمك وقدرك، والله المبلغ جمعته يعني خلال سنوات، وانت عارف انا عندي الان ان شاء الله بيجيني مولود، وان شاء الله يعني يحتاج الى مصاريف واهيئ للجو، اما في الوقت الحالي انا ماني مضطر على المبلغ، بامكاني اني اسلفك اياه، لكن ابي يعني شيء يضمن حقي وصل امانه، وانك ترجع المبلغ في الموعد المحدد، ارجو انك ما تتاخر علي. قال لا لا ابدا، شهرين بالضبط ارجع لك المبلغ. اكيد يا احمد؟ قال لا اكيد. فعلا سجل له وصل امانه، وفؤاد لانه محترم ما بلغ اي بشر في هالموضوع، ما يبي يحرج صاحبه احمد انه هو مسلفه، حتى زوجته خبى عنها هالموضوع، فقط اكتفى بوصل الأمانة، ما يحب يدخل زوجته ولا أهله في موضوع الأمور الخاصة بينه وبين أصدقائه، وهذه يعني نوع من الرجولة صراحة والاحترام، وهو يثق في صاحبه، خبى عند الوصل وعطاه المبلغ، وهذاك أخذ المبلغ ايش سوى فيه؟ راح فتح له محل بقالة في طريق يسمونه طريق السد الزراعي، هذا على طرف درع البلد، وهذا الطريق اللي يمرون فيه المزارعين رايحين رادين عليه، فالمشروع راح يكون ناجح لأن المزارعين يحتاجون لكثير من الحاجيات، أكل، سكر، شاي يعني. وفعلا ما شاء الله فتح البقالة وانهالوا عليه الزباين على هالطريق الوحيد اللي فاتح بقالة أحمد، لكن في شيء راح عن بال فؤاد. فؤاد اعتقد أن المصاريف اللي دفعها في علاج زوجته هذه كانت كافية، لكن ما درى إلا بعد مرور شهر وشوي من الحمل ومراجعته للمستشفى وللدكتور اللي يشرف على الحالة الصحية لزوجته، قال له دكتور ترى الآن بدينا بالجد يا فؤاد. قال له شلون يعني؟ قال يعني الله يعينك على المصاريف. قال له نعم. قال له إيه، أصل اللي فات هذا ولا شيء، الآن إحنا نحتاج إلى كورسات من أوبر التثبيت بأن هذا الحمل كان يعني عن طريق علاجات، ويجب أن يثبت الحمل، وإذا تم الإجهاض راح ندخل في مشاكل صحية أخرى، وممكن يسبب عقم يعني مع كثرة الإجهاض، فيجب أن المرأة أو الزوجة تأخذ هذه العلاجات بشكل مستمر وما تتأخر عليها. قال له دكتور الكورس الواحد كم يكلف؟ قال الكورس الواحد تقريبا 25,000 ليرة سوري.
فؤاد صكت فيه الدنيا. هو راح سلف المبلغ الأحمد، كان يعتقد انه ما يحتاجه يعني، طلع لا وراء علاجات وراء، لكن هو كان مطمن شوي لان الان مضى على السلفة شهر، شهر وشوي تقريبا يعني، خلاص ما بقى غير كم اسبوع ويجي موعد تسديد المبلغ مثل ما اتفقوا وفي وصل الأمانة. فانتظر شوي، تأخر يعني، ما راح شرى العلاجات وانتظر إلى أن جاء موعد سداد المبلغ، راح على طول إلى أحمد. مرحبا أحمد، مبروك على البقالة وما شاء الله ماشي الأمور. قال أي والله ويعطيك العافية وما قصرت يا فؤاد. قال له أحمد اليوم إحنا التاريخ الفلاني وجاء موعد السداد، أتمنى أن يكون المبلغ موجود عندك. قال له ما يخالف بس تنتظرني أسبوع. قال له أسبوع ما في مشكلة. وهو مستحي يعني يطلب من صاحبه، وهذه المشكلة أنك لا بغيت تسلف يعني، سهل أنك تعطي وصعب أنك تأخذ، والناس دائما سهل عندها أنها تأخذ وصعب أنها تعطي، يعني هذه المشكلة، مشكلة البشر. فؤاد قال ما في مشكلة، الموضوع إذا يحتاج فقط أسبوع أبد عادي. بعد أسبوع راح لأحمد. أحمد قال له يا فؤاد ترى أنا توني فاتح البقالة ما صار لي شهرين، ويا دوب بديت يعني أطلع المدخول وأحتاج إلى بضاعة، أصبر علي شوي. قال له والله يا أحمد أنا محتاج علاجات حق زوجتي. قال له أنت تقول لي أصلا خلصت العلاجات؟ قال طلعت لي شغلات أنا ما كنت حاسب حسابه يا أحمد، وأنا أبي حقي يعني، بغض النظر إذا كنت أنا محتاج المبلغ ولا لا، أنا محتاج فلوسي، عطني إياهم خلاص، جاء موعد السداد. قال ماشي ماشي، عطني فقط هالأسبوعين. قال لا ماشي، بس يا أحمد ترى هذا آخر مهلة أعطيك إياها أرجوك. قال لا تشيلها. بعد أسبوعين راح فؤاد إلى أحمد. هاي أحمد. قال له هلا والله. نعم. قال له شنو نعم؟ قال له آمر يا فؤاد ايش تبي؟ قال له يا أحمد الله يخليك، صار لي كم الآن كم أسبوع وكم مرة أجيك وتأجلني وتقول لي أسبوع وأسبوعين، فأول حين ناسي حتى أنا ليش جايك أصلا؟ جايك بالمبلغ. صار يتأفف. قال خلاص خلاص فؤاد تعالي بعد بكرة، بعد بكرة بالليل. وبعدين فؤاد صراحة يعني ترى احنا عشرة عمر واخوان وكذا، ليكون انت تمشي وتسولف وتفضح فيني انك مسلفني. قال لا والله العظيم يا احمد حتى زوجتي ما قلت لها. قال تمام خلاص تعالي بعد بكرة بالليل هني في البقالة وتلقى المبلغ كامل أسلمك إياه، وجيب معك وصل الأمانة. قال إن شاء الله. طبعا فؤاد ما نام الليل، ينتظر بس الموعد يجي، مضطر الرجال. وزوجتك اليوم الثاني تقول له ها ترى تأخرنا على العلاجات وأنا يعني أحس بآلام ولازم أرى. يقولها ما يخالف اصبري ما يخالف. وعنده موضوع هالمولود هذا يعني أمر مصيري بالنسبة له، 10 سنوات ما صدق إنها حملت، والحين مضطر يدور علاج حق زوجته ما هو قادر، وفلوسه عند الرجال. لين جاء الموعد بعد بكرة ويروح إلى أحمد في البقالة، جلس عنده. أحمد أول ما شافه يا هلا فؤاد يا مرحبا حياك تفضل تعال استريح اقعد شوي. قال لا والله يا أحمد أنا مستعجل، المبلغ وين؟ قال استريح بس اشرب شاي لحد ما يوصل الرجل اللي بيسلفني المبلغ وبعطيك إياه. قال يعني المبلغ مو عندك؟ قال لا لا خلاص أنا سلفته من شخص وراح يجيب لي وبعطيك إياه خلاص، أنت بفلوس كله لا؟ قال لي نعم. قال خلاص استريح خلاص، ليش تسويها زعل
اشرب شاي واحنا ربع واخوان وفلوسك بتجيك. قال ان شاء الله. جلس جنبه وشرب شاي وضحكوا مع بعض وسوالف وفؤاد يعني جالس على نار. شوي فؤاد يحس بدوخة ونعاس قوي جدا، يحاول يقاوم ما قدر وينام. ولا هذا أحمد حاط له منوم قوي في الشاي. لما تأكد إن فؤاد خلاص دخل في نوم عميق ويقوم يشيله ويمشي فيه بين المزارع، لأن البقالة أصلا على طريق المزارع والمزارع قريبة منه، ويروح إلى أن جاء يعني في ممر بين مزرعتين ويطل على ممر مائي، هذا مجرى مائي يسقون فيه المزارع، يمر على أغلب المزارع ويرمي فيه جثة أو فؤاد وهو نايم. وفؤاد طبعا ما حس بشيء، وكان أصلا مخبي في هالمكان سلاح من نوع شوزن اللي هو مال الصيد اللي فيها الرصاصات التناثر هذه، يعني ما هي طلقة واحدة. وياخذ هالشوزن ويرمي فؤاد على صدره. هني تأكد خلاص أن فؤاد مات. قام يجمع من هالشجر والأغصان وكذا ويرميها فوق جثة فؤاد، وهي أصلا على طرف القناة المائية. وأخذ سلاحه ورجع للبقالة ولا كأنه سوى شيء، ارتاح من الدين. حتى لما رمى فؤاد في القناة المائية تذكر الوصل، وصل الأمانة، وفتش في جيوب فؤاد وأخذ الوصل. الآن ما عليه أي دليل. رجع البقالة ومارس حياته عادية، واليوم الثاني الثالث ولا كأنه صار شيء. طبعا من اللي بدأ يسأل عن فؤاد وين راح؟ زوجته. وفؤاد كان إنسان ملتزم، يعني في بيته وفي عمله وفي المسجد وما يروح بعيد أبدا، ما عنده مشاوي ولا يحب يسهر ولا طلعات ولا جيات، رجل يعني حيل يعني محافظ على وقته وعلى أسرته والتواصل. فمن السهل أن الشخص يفتقده على طول. زوجته عرفت أول ما جاء آخر الليل، قالت فؤاد في شيء، فؤاد ما يغيب إلا يبلغني ولا يتأخر برا البيت ولا يسهر ولا كذا. انتظرت ساعة ساعتين ثلاثة، راحت الأهل فؤاد وبلغت من فؤاد ما رجع البيت، وهي خايفة عليه وحاسة إنه في شيء. إخوانه بدوا يدورون ويسألون، راحوا للمحل ولا المحل مغلق. راحوا إلى بيت الصبي اللي يشتغل معاه في المحل، قال إيه نعم عمي فؤاد في الساعة الفلانية تقريبا 7 مساء 8 مساء، قال لي خليك عند المحل وأنا رايح مشوار وراجع، لكن راح وتأخر وأنا تأخر الوقت وأغلقت المحل وما شفته، ما عرفت وين راح. قال لا والله أبدا ما سمعت شيء، سألت، قال أبدا ما أدري وين راح. وهو أصلا ما يقول لحد، يعني دائما أموره الخاصة ما يكلمني فيها. صاروا يدورون فؤاد عند أقارب جماعته أصدقاء مني منك، دوروا بدوا الناس يكثرون، لأنه فؤاد محبوب جدا عند أفراد عائلته وعند عشيرته، سمعته جدا طيبة. فالكل بدأ يقلق يعني ويسأل، وواحد يعني يطلب مساعدة الثاني في البحث، وتجمعوا ما شاء الله عنده كثير إخوان هذا فؤاد.
أصغر منه وأكبر منه. صاروا الكل يدورون على فؤاد لين طلعت عليهم الشمس اليوم الثاني. راحوا توجهوا إلى مركز الشرطة. الشرطة سألوهم متى حسيتوا بغيابه؟ قالوا أمس بالليل. قالوا لا، لازم يمر عليه 24 ساعة. وبعدين رجل كبير، ممكن إنه راح لمحافظة أخرى، عنده شغل، عنده أموره الخاصة، يمكن متزوج بالسر وما يبي يقول لحد. إحنا ما يصير بعد ندور على الرجال بمجرد إنه غاب كم ساعة، إلا إذا في شبهة جنائية، في دليل، في. لكن غياب عادي خلاص، انتظروه، رجل كبير وعاقل ممكن يرجع. قالوا ماشي. مو الشرطة ما يعرفون ظروف فؤاد إنه ما يغيب ولازم يبلغ والشرطة مهامهم، انتظروا 24 ساعة بعدين نبدأ احنا البحث. أهل فؤاد وإخوانه وجماعته قالوا لا، احنا حاسين إنه في شيء. وتجمعوا أهل البلدة كلهم، من أصدقاء، من جيران، من زملاء، من عيال عم، من إخوان، من ما شاء الله بالمئات. قالوا خلاص احنا نسوي فريق بحث وندور على فؤاد. مجموعة تروح شمال درعة، وناس تروح الجنوب، وناس تروح جهة المزارع، وناس تروح تدور في الأسواق يعني في وسط البلد، وناس يعني وزعوهم. أثناء عملية التوزيع من اللي كان موجود وياهم؟ أحمد، لأن أحمد لازم يشارك في البحث عن صديق اللي الكل يعرف إن هذا صديق أحمد يعرفه. يعني أحمد قال أنا والله ما أنصحكم أن تروحون جهة المزارع، يعني فؤاد شو ودي هناك؟ ما له حاجة هناك، خلونا ندور في وسط البلد أو نروح جهة الجنوب أو نروح المكان الفلاني. قالوا لا، أنت جدراك؟ هم بروح معصبين ومضايقين وهذا يتدخل. قالوا لا، أنت جدراك؟ يعني يمكن راح، ليش تخلينا يعني خلاص احنا وزعنا مجاميع ونروح، ما تبي تروح عند جهة المزارع خلاص روح جنوب. قال اوكي اوكي خلاص. سكت، حس انه يعني راح يفضح نفسه. راحوا المجاميع كل واحد في جهة. الجهة اللي راحت جهة المزارع كان معاهم أخو فؤاد الكبير. أخو فؤاد الكبير هذا قلبه ناغزة وحاس إنه في شيء، وأصلا كان يسولف لأصدقائه وإخوانه. قال ما أنا حاس إنه فؤاد في شيء، لا فؤاد أكيد حصل له مكروه. وكان يقولوا له يا ابن الحلال لا تفاول عليه، لا ممكن غايب وممكن يرجع. قال لا لا أنا أعرف فؤاد. المهم وهو يتمشى جهة المزارع والشباب صاروا يعني يمسحون الأرض ويدورون بين هالصخور، بين هالأشجار، بين هالبيوت، بين هالمزارع، بين ويمرون على ممر يوصلهم إلى القناة المائية اللي بين المزارع. المجموعة كلها قالوا لا لا، هو ايش جابه هني يدخل بهالممر؟ خلونا نكمل جدار قبل لا تظلم الدنيا. أخو فؤاد قال لا، أنا ما أترك شبر إلا أدوره، لازم أدخل بهالمكان هذا. قال ابن حلال هذا يوصلك على الممر المائي اللي يسقي المزارع، وهو جابه هني؟ قال ما يخالف أنا إلا يعني عشان يطمئن قلبي. قال لي يلا ادخلوا معه. أول ما وصل إلى القناة المائية ويشوف كومة أشجار فوق بعض على طرف القناة المائية هذه، ومتجمع حواليها الكلاب هالبرية هذه، الكلاب الضالة تحاول إنه كأنها توخر الأغصان تبي تطلع شيء من ده، ويقوم يركض أخو فؤاد جهتهم، يرمي عليهم حجر، اهربوا ويقترب. ولا هذه رائحة، رائحة عفن اليوم رفع الأغصان، ولا هذه جثة فؤاد.
بدأ يصرخ ويبكي، والجثة كانت منتفخة ومتعفنة، لكن ما هو قادر هذا أخوه ويحضن فيها، والشباب يحاولون يوخرون عن الجثة. وبلغ السلطات الأمنية، حضروا ونقلوا جثة فؤاد للطب الشرعي، وبدأ التحقيق في الموضوع. الطب الشرعي ايش قال لهم؟ قال لهم سبب الوفاة ما هو الطلق الناري، يعني مو على أساس الطلق الناري مات، صح تعرض لإطلاق نار، لكن الطلق الناري هذا اللي هو من الشوزن في رصاصات صغيرة تتناثر وقت إطلاق النار، هذه تسببت بنزيف داخلي في صدر فؤاد، ما قتلته لا، تسببت بالنزيف، والنزيف هذا تسبب بملء الرئتين بالدماء، والرجل يبي هواء يبي يستنشق ما قدر ومات اختناقا. هو ليش ما قدر انه يتحرك ويستنشق على الاقل يعني يستفرق الدم؟ ما قدر يتحرك لانه ماخذ منوم قوي كانه مربط يعني، والدم صك على صدره واختنق الرجل ومات، وهذا هو سبب الوفاة. طبعا يوم قالوا ان انقتل يعني في قاتل، من هو القاتل؟ يستنفرون اهل وعشيرة فؤاد عن بكرة ابيهم، هذول العشيرة مسالمين وطيبين وحبوبين وكرم وأجاويد، لكن لا تدوس لهم على طرف، وخصوصا أنك تقتل أحد من عيالهم، لأن عندهم نظام الرأس بعشرة، تقتل أخوي أقتل عشرة من أهلك، وهذا اللي أول ما بدوا في البحث صاروا يصرخون والله لنقتل اللي قتل فؤاد وهله، ويتجمعون. وينتبه واحد فيهم ذكي وعنده قوة ملاحظة، يوم صار يتلفت، هم يبي يعرفون الحين من اللي قتل فؤاد، وش جاب هناك وليش والأسباب، وفؤاد إنسان جدا مسالم وطيب وعمره ما غلط على أحد، شلون يقتل بهالصورة الشنيعة؟ والشيء اللي خلاهم يغضبون أكثر إن زوجة فؤاد أول ما سمعت الخبر صرخت وأغمى عليها وطاحت على الأرض، وانقلوها المستشفى وأجهضت الجنين اللي في بطنها، صارت عندهم المصيبة مصيبتين، فؤاد مات وانقطعت خلفته، حلمه اللي انتظره سنوات طويلة وعانى علشانه راح بلمح البصر بسبة هالقاتل. الشخص اللي أقول لكم ذكي وعنده قوة ملاحظة، لما تجمعوا الشباب وعيال عمه واخوانه واصدقائه وكل احد له علاقه بفؤاد في المكان، قال وين احمد؟ قالوا له من احمد؟ قال احمد الخليلي وينه؟ احمد خليلي، احمد يعرفونه صديق فؤاد، فصح قالوا وين هذا؟ مو كان يبحث معانا امس؟ اليوم وينه بعد ما عرفنا مكان الجثة، وبعد ما يعني اكتشفنا انه انقتل، ليش ما جاء؟ قال لهم انتم ما لاحظتوا شيء في احمد خليلي؟ قالوا لا. قال هو الوحيد اللي قال لنا لا تروحون جهة المزارع، واحنا عثرنا على الجثة في المزارع. الشيء الثاني، احمد الخليلي فاتح بقالة على طريق السد الزراعي القريب
من مكان وجود الجثة صار له شهرين. معقول الموضوع مصادفة؟ وين الحين؟ ليش هرب وليش اختفى؟ قالوا بس فعلا انك جبتها صح، احمد الخليلي هو اللي قتل فؤاد، ويستنفرون عن بكرة ابيهم ويروحون الى بيت احمد الخليلي، وكل واحد معاه سلاح، وبدأ اطلاق النار ويصرخون على اهل البيت: طلعوا احمد، لا ندخل عليكم، نقتل كل اللي موجود في البيت، في حريم وفي اولاد صغار وبنات، وفي ويعتقدون ان احمد متخبي في بيتهم. وتطلع والدة احمد، مرة كبيرة في السن، يوم طلعت وترمي الغطاء اللي على راسها وتطلع شعرها، وهذه من العادات اللي علشان يعني تحرج الشخص اللي أمامها، أو أن تضع في موقف محرج. وفعلا اللي سوته هذا صدم الجميع، طلعت ورمت غطاء اللي فوق راسها وطلعت شعرها وبدت تصرخ وتقول لهم: أنا دخيلتكم وأنا بوجيهكم، أنكم ما تدخلون على حرمة بيتي، عندي بنات وعندي أولاد صغار، وأولادي الباقين ما لهم أي ذنب، والله يخليكم علشاني لا تدخلون بيتي ولا تطلقون النار، وإذا الموضوع على أحمد أخذوا حقكم من أحمد، أحمد والله ما هو موجود في البيت. هذا الموقف اللي سوته العجوز خل الغالبية يشعر بالإحراج، يعني مرة وعجوز، والمرأة الكبيرة لها مكانة ولها تقدير. لذلك الكبار والعقلاء منهم صاروا يصرخون: ويا جماعة عيب وخلاص ارجعوا، بما ان احمد ما هو موجود ناخذ حقنا من احمد، ما هو من النساء ولا من الاطفال ولا من الناس الآمنين داخل البيت، احنا ما لنا علاقة فيهم، ندور احمد. على وصول رجال الامن وفعلا تداركوا الامر ورجعوا، وصاروا ينتظرون ويبحثون. لكن الشرطة عملت طوق امني على بيت احمد، وجلسوا لمدة 4 ايام وهم يحاولون حماية هذه الأسرة من ردة فعل الشباب من عشيرة فؤاد، لأن الناس عندها فورة دم وتبكي وزعلانة ومنهارة، ولما شافوا الموضوع أنه شوي طول وأحمد ما هو راضي يسلم نفسه، هذا يأخذ سلاحه ويركض على البيت يطلق النار، وهذا يحاول أنه يقتحم البيت، وهذا يحاول يحرق البيت. طبعا راحوا للسوق وحرقوا كل المحلات اللي يشتغلون فيها اخوان احمد الخليلي، خلوها رماد، لكن يبون راس احمد او يقتلون كل افراد اسرته. والشرطه تحاول تدارك الامر بان احمد يسلم نفسه، والدته تتصل عليه: يا احمد سلم نفسك يا ولدي يا حبيبي، خلاص دام الامر انكشف، وهو طبعا اعترف خلاص، يعني واضح العملية، دام انك شوفوك يا احمد سلم نفسك، احسن ما يقتلوني انا امك ويقتلون خواتك واخوانك اللي ما لهم ذنب. احمد يقول: طيب زين ان شاء الله افكر، انا ماني عارف، انا خايف، انا كذا. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، والشرطة تتصل على احمد متواري على الانظار وخايف يسلم نفسه. الشرطة قالوا له: اسمع يا احمد، إذا مسكوك راح يقطعونك، وإن ما سلمت نفسك راح يقتلون جميع أفراد أسرتك، الأفضل لك أنك تسلم نفسك لأي مركز شرطة حتى لو يكون خارج درعة،
وهم طبعا راح ينقلونك بشكل آمن وما حد يقترب منك. أما أنك تبقى يعني متواري عن الأنظار، صدقني يا أحمد أنك راح تجر الويلات على كل أفراد أسرتك. أحمد بعد تفكير ورعب عايش فيه، لأنه ورط نفسه فعلا، راح سلم نفسه لأحد مراكز الشرطة. وهني هدأت الأمور شوي وبدأ التحقيق معاه، اعترف بكل شيء وانقلوه لأول جلسة محاكمة. في أول جلسة احكموا عليه بالسجن المؤبد، والمحامي الموكل من أهل فؤاد قال لهم احنا أصلا حكم الإعدام متوقف عندنا في سوريا في ذاك الوقت، متوقف، فهم أصلا يعني بكل الحالات راح يحكمون عليه بالمؤبد. قالوا لا يبا، احنا ما راح نرضى، احنا نبي إعدامه. قال ما في إعدام، الإعدام متوقف، خلاص راح يحكمون عليه بالمؤبد. قالوا ما نبي مؤبد، هذا شيء ما يكفينا، احنا لازم نشوفه معلق من الرقبة ولا ناخذ حقنا بيدينا. قال لهم يا جماعة، هذا القانون وهذه سياسة الدولة، ما في إعدام، وموقف الإعدام الآن، خلاص بس مؤبد وانتهى الموضوع. قالوا لا لا لا، إذن إحنا راح نتصرف. هني بدت القصة، لأن اللي راح تسمعونه شيء من الخيال، من الأعاجيب اللي صارت. كل يوم والثاني محاولة قتل، إطلاق النار على أشقاء أحمد، على أقاربه، على محلاتهم اللي حرقوها، على بيتهم، ما خلوا وسيلة أخوان فؤاد إلا استخدموها. في أحد المرات قام أخو فؤاد الكبير، وهذا أكثر واحد غاضب ويبي ينتقم، وهذا يعني أقسم إنه ياخذ حقه بيده، راح وأشعل النار في بيت أحمد. اطلعوا أهله يركضون وهو جالس عند الباب وماسك سلاح، شوي ويتوصل دوريات الشرطة ويلقون القبض عليه. طبعا محاكمة أحمد، باقي الاستئناف، باقي التمييز، ألقوا القبض عليه وحققوا معاه. قال لي نعم أنا حرقته وأنا معصب وهذه فورة دم وأبي أخذ حق أخوي وما عجبني الحكم ومن هالكلام. قالوا لا ماشي، تم محاكمته لأنه تعتبر جناية حرق، وخصوصا إذا في تهديد أرواح، وكانوا يعني هم أهل أحمد مبسوطين أن شقيق فؤاد الكبير تورط في هالقضية. قالوا ممكن أن يكون في نوع من المساومة، إحنا نتنازل عنه وهو يتنازل عن موضوع، يعني يهدأ عن مطالبته بالإعدام، يعني ممكن تكون فائدة بالنسبة له. وهذا الشقيق فؤاد فعلا أحالوه للسجن، المهم وجابوه عند السجن المركزي الكبير الموجود في درعا عشان يقضي مدة المحكومين اللي عليه. الضابط اللي استلمه علشان بيدخله إلى العنابر شاف الملف وقرأ أن هذا الرجل متهم بحرق بيت وشروع بالقتل وكذا، ومحكوم سنة وست أشهر. عطوه بدلة السجن وقالوا له يلا ادخل. لكن لاحظ هذا الضابط ان هذا السجين كأنه مستعجل يبي يدخل السجن، شافه يعني يتلفت ويطالع وكذا ويقول يعني ممكن تحطوني في العنبر فلاني. قال يا حبيبي مو بكيفك، يلا يلا يلا. فلما مشى من عنده قال جيبوا لي مرة ثانية. قالوا له تعال ارجع
عند الضابط. الضابط قال له انت ايش فيك يعني مبسوط انك تدخل السجن؟ قال لا ما في شيء. قال خلاص احجزوا لي اياه بانفرادي. قال ليش انا ما سويت شيء؟ قال احجزوه انفرادي. اخذ ملفه ودخل على الاداره. قال استفسروا لي عنه هذا، شنو قصته؟ هذا احس انه في بلاء، يعني كانه مستعجل ويقول حطوني في العنبر الفلاني، اخاف انه جاي متقصد احد. وهذا تحصل ترى كثير، انه واحد بينتقم لاخوه ولا ابوه ولا كذا، يتعمد يسوي جريمه عشان يدخل السجن، عشان يقتله داخل السجن، وانتم عارفين المشاجرات اللي تصير، ويروح شربة ميه. فمر عليهم الحركات هذه. يوم استفسر قالوا له هذا حرق البيت الشاب اللي قتل اخوه، وهذا الشاب اللي قتل اخوه اسمه احمد الخليلي موجود في العنبر الفلاني. قال اهلا، اذا هذا بيقتله، لا انقلوه الى سجن اخر ويكتمون في كتاب وما ضبطت معاه الحركه ويطلعونه من السجن وانقلوه لسجن اخر. انجن، يعني كانت لحظاته يوصل حق اللي قتل اخوه، كان بيشرب من دمه لكن ما ضبطت معه. قام اتصل على اخوانه قال لهم تعالوا لي في السجن. قال لهم جيبوا لي اخوي الصغير، اصغر واحد من اخوانه. جو السجن ومعهم الصغير يزورونه في احدى الزيارات، وطلب منهم ان هذا الصغير عمره 14 سنة يدربونه على اطلاق النار من سلاح فرد مسدس، وان اذا جت جلسة المحاكمة الاستئناف هذا يدخل بالسلاح ويقتل احمد الخليلي وهو موجود في قاعة المحكمة، لان الصغار ما يفتشونهم، يفتشون الكبار، وخصوصا يخافون على المتهم ان احد يقتله ويقتاله وكذا، فيفتشونهم عدل يعني. لكن لما يشوفون واحد صغير عمره 14 13 سنه ما يعني يطوفونه. وضبطت معاهم الحركه فعلا، جلسوا يدربونه عده اشهر في المزارع الولد هذا الصغير، انه شلون يطلق النار وبسرعه وشلون يعني يصوب الهدف لين اتقن هذا الولد. وتجي الجلسه وصار تفتيش وتجديد أمني على البوابات، لكن قدر هالصغير هذا أنه يطوف بدون ما حد ينتبه عليه ويجلس بالصفوف الأولى. بدأت المحاكمة ودخلوا المتهم ودخل القاضي والعساكر وبدأت المرافعة، وفجأة ويقوم هالولد هذا في وسط المحكمة ويطلع السلاح الجاهز السلاح ويصرخ. هم معلمينه حتى انه يقول كلمة علشان يعني تبقى على سيرة كل لسان بكرة. اول ما قام رفع السلاح قال خذها مني وانا اخو فدوة، هم ينتخون بخواتهم اخته فدوة، قال خذها مني وانا اخو فدوة، او يطلق النار. اثناء ما قال هالكلمة ورفع السلاح في ملازم واقف جنب المتهم جنب احمد الخليلي، يوم شاف هالولد الصغير رفع السلاح او يقفز على المتهم علشان ينزله على الارض ينقذه، او تجي الطلقة في رقبة الملازم لكن جت سطحية، والله نجاه وألقوا القبض على الولد الصغير هذا. طبعا صغير يحاكم في المؤسسات الإصلاحية الأحداث، وتكنسلت المحاكمة. أثناء ما فشلت محاولة قتله بالسلاح، واحد من إخوان فؤاد كذلك شاف أنه موضوع القتل والسلاح والخطة فشلت، قام يركض
يبي يمسك أحمد الخليلي بإيدينه، يبي يخنقه بإيده. قفز على المنصة ومسكوه رجال الأمن، صارت القاعة فوضى، كل واحد يهجم من جهة، واستنفروا رجال الأمن واعتقلوا جميع الموجودين في القاعة وهربوا أحمد الخليلي ورجعوه للسجن، والقاضي عاقبهم كلهم اللي خربوا الجلسة، والولد اللي أطلق النار وأحالوه للمحاكمة. تم تأجيل الجلسة، واستمرت محاولات قتل أحمد الخليلي كل يوم، كل يوم طالعين لهم سالفة، كل يوم محاولة، كل يوم شغلة. أصحاب سوابق وعصابات داخل السجن ادفعوا لها مبالغ كبيرة جدا، واعتدوا على أحمد الخليلي وحاولوا قتله، لكن في كل مرة ينجم، وصارت عليه حراسة مشددة، وصاروا يعزلونه ويحطونه بسجن انفرادي بعيدا عن جميع السجناء. هني الموضوع خلاص تطور، وأصبح الدرعة مكان يعني للثأر من قبيلة وعشيرة فؤاد، وصاروا يدورون على أي أحد من أهل وجماعة أحمد الخليلي. الموضوع راح يكون في دم. يوم وصل الموضوع لهالمرحلة من السوء، قام مفتي محافظة درعا برفقة مدير عام الأمن لمحافظة درعا، وأخذوا جاهية من كبار الشيوخ والعشائر والوجهاء، وراحوا إلى رئيس الدولة، التقوا فيه وطلبوا منه أن يتدخل في حل هذه المشكلة، لأن كل مالها وتكبر، الاعتداءات كثرت، الحرائق كثرت، محاولات القتل كثرت، كلها بسبت أن ليش أحمد الخليلي لم يتم إعدامه. وطلبوا من الرئيس أن يصدر أمر استثنائي لتنفيذ حكم الإعدام بأحمد الخليلي، وفعلا وكانت هذه أول سابقة أصدر الرئيس حكم تنفيذ واستئناف الإعدام، وكان أول شخص ينفذ فيه اللي هو أحمد الخليلي، كان في نهاية عام 2006، وعدموه في سجن درعا نفسه، بالإضافة إلى أن تم الطلب يعني حكم عشائري بالجلوة لجماعة أحمد الخليلي، أنهم يجلون عن درعا لمدة 5 سنوات، يتركون محلاتهم، بيوتهم، ممتلكاتهم، ويبتعدون عن محافظة درعا، يروحون أي مكان لمدة 5 سنوات، حتى أنهم راحوا للأردن، عاشوا في الأردن الفترة هذه الطويلة كلها، ورجعوا يعني بعد سنوات طويلة، لين أهدأت الأمور وخلاص يعني طابت النفوس، وأن أخذوا حقهم بالقانون، وأن اللي قتل ولدهم فؤاد الله يرحمه تم إعدامه. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.